السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن البايبنج سيستمز واهم الاوت فيتنج اللي بتبقى موجودة فيها. هنبدأ بالستيم سيستم، وزي ما كنا شرحنا في اول محاضرة عن الاوت فيتنج اللي في الانجن روم، قلنا ان بيبقى في حاجة اسمها اوكزيلاري بويلر واكزهوست جاز بويلر، ودول بيبقوا موجودين لانتاج الستيم، مش علشان البروبالشن، ولكن بستخدم الستيم ده في التدفئة، سواء لتدفئة الزيت او وقود او مية عن طريق هيت اكستشينجر، او ممكن استخدم الستيم في تدفئة البضاعة او العنابر. كمان بقدر استخدم الستيم في عملية اطفاء الحريق. الستيم سيستم اقدر اقسمه لثلاثة سب سيستم. اول واحد كوندنسيت سب سيستم، وده وظيفته الحفاظ على الستيم اللي بتنتجه الاوكسيلري بويلر والاكزهوست جاز بويلر، واخراج اي كوندنسيت او ستيم متكثف بره عن طريق حاجه اسمها الستيم تراب. تاني سب سيستم اللي هو الستيم سيرفيس سيستم، وده اللي بيمد الاكويبمنت بالستيم اللي هي عايزاه علشان تقوم بالوظيفة بتاعتها. اخر سب سيستم اللي هو الفيد ووتر سب سيستم، وده اللي بيزود الاوكسيلري بويلر والاكزهوست جاز بويلر بالمية اللي هي محتاجاه. بالنسبة لأهم الاوت فيتنج اللي بتبقى في السيستم ده، فاحنا اتكلمنا قبل كده على الاوكسيلري بويلر والاكزهوست جاز بويلر. فهنتكلم دلوقتي عن الستيم تراب، وده يعتبر equipment او valve، وظيفته الاساسية انه يخرج اي ستيم كوندنسد ويحافظ ويطلع الكوندنسد بره، ويحافظ على الستيم اللي في الفلو. علشان كده سميناه ستيم تراب، مصيدة للستيم بتحفظ الستيم ما يخرجش بره، واي كوندنسد ستيم هو اللي يخرج. بعض انواع الستيم تراب، بعض انواعها بتوجه الستيم في اتجاه معين وتطلع الكوندنسيت في اتجاه تاني، بعض الانواع بتطلع الكوندنسيت فقط بره وتمنع الستيم انه يروح في اي مكان، وده اللي بنقوله هنا ان الستيم تراب مصممة بحيث انها تقفل لما يكون في ستيم وما يخرجش بره وتخرج الكوندنسيت بره. في منها انواع بتشتغل ميكانيكيا، ميكانيكال ستيم تراب، وفي منها اللي بيعتمد على الحرارة وممكن يبقى شغال بشكل استاتيك او دايناميك. على سبيل المثال هنا الميكانيكال ستيم تراب، واول نوع اللي على الشمال هنا اللي هو البول فلوت، وزي ما اسمه واضح وزي ما احنا شايفين هنلاقي ان في كرة بيعتمد السيستم او الفالف على طفو الكرة داخل الفالف. لما الكوندنسيت يبقى موجود الكرة بتطفو وبتطلع لفوق، ونلاقي الفالف فتح والكوندنسيت خرج. لو في ستيم داخل هنلاقي الستيم ضاغط على الكرة من فوق وقافل الفالف ومفيش حاجة تخرج منه. النوع التاني هنا اسمه inverted باكت، وزي ما اسمه واضح برضو عندي هنا باكت مقلوب او جردل مقلوب. لما يكون فيه ستيم هنلاقي الباكت ده مرفوع لفوق وقافل الفالف. لما الكوندنسيت يدخل ويزيد هنلاقي الباكت ده نزل لتحت وفتح الفالف. ادي الكوندنسيت داخل، هنلاقي الباكت نازل لتحت والفالف مفتوح علشان الكوندنسيت يخرج بره. قدامنا هنا الستيم سيستم، هنلاقي ان عندي تانكس للمية وباخد منها اودي للاكزهوست جاز بويلر، وطبعا اول حاجة بدخل على الايكونومايزر اللي بيرفع درجة الحرارة بتاعة المية ويسخنها جواه، ومنها باخد
على الاكزهوست او الاوكسيلري، الاوكسيلري بويلر، يخرج منها بعد الستيم بعد كده على الايفابوريتور يسخن ويتحول لساتوريتد ستيم، اخده بعد كده يخش على الاوكسيلري بويلر تاني، يخرج منها سوبر هيتد ستيم على اماكن الشغل من الاوكسيلري بويلر، او يخرج من الاوكسيلري بويلر يخش هنا على السوبر هيتر يتحمص ودرجة حرارته تزيد والطاقة اللي فيه تزيد، ويخرج على اماكن الشغل من السوبر هيتر. الستيم ده بعد كده بيتوزع على الفويل اويل ستورج او الفويل اويل سبلاي لتدفئة الزيت او تدفئة اللوبريكيتنج اويل، او يروح لعمليات التنظيف. السيستم اللي بعد كده هو الاير فينت سيستم، وده النظام اللي بيسمح للاماكن المقفولة زي التانكس او الكفر دامز انها تتنفس، بحيث الضغط جوه ما يزيدش زيادة عن اللزوم ويحصل انفجار، وما يقلش زيادة عن اللزوم لدرجة ان الفلويد اللي جوه ما يخرجش. السفينة شغالة في درجات حرارة متغيرة، التانكس والفلويد اللي جواها سواء كانت غازات او ليكويدز ممكن تتمدد بالحرارة او تنكمش بالبرودة، يزيد الضغط جوه وبالتالي ممكن تحصل مشكلة. علشان كده الفنت سيستم بيسمح بدخول وخروج الهواء. برضو بعمل لودينج او انلودينج لتانك، اثناء اللودينج الضغط جوه التانك بيزيد، لو ما سمحتش بتنفس للهواء عملية اللودينج هتقف، كذلك عملية الانلودينج. الانلودينج وانت بتسحب ليكويدز من تانك، لو مفيش متنفس للهواء انه يدخل مكان الفلويد اللي انت بتشده، عملية الانلودينج او الفلويد اللي انت بتسحبه، عملية الانلودينج مش هتتم. ومن اشهر الانظمة اللي بنلاقي فيها اير فنت سيستم على سبيل المثال هي كوباية القهوة بتاعت كوستا او ستاربكس، اللي بنلاقي في غطا العلبة فتحة صغيرة، علشان لما حضرتك تقفل الفتحة الكبيرة وانت بتشرب القهوة تفضل تنزل، لان الهواء بيخش مكان القهوة اللي انت بتشربها من الفتحة دي، ولو مش موجودة الفتحة دي مفيش قهوة هتنزل من الكوباية. السيستم اللي بعد كده هو الساوندينج سيستم، وهو وظيفته قياس ارتفاع السوائل داخل الخزانات، ومنها اقدر اعرف كمية السائل اللي جوه. السيستم التقليدي منه بيتكون من ساوندينج بايب، ساوندينج بايب جواها ساوندينج تيب. الساوندينج تيب ده بيبقى فيه اكويبمنت في اخر التيب، يا اما بتوصل لسطح الليكويد وتقف وبالتالي اعرف النقص وبقول عليه الالج فاليو، ومنه اعرف ارتفاع السائل لان عارف ارتفاع التانك وعارف ارتفاع نقطة الساوندينج تيب. تمام يا شباب؟ يا اما الساوندينج تيب بيوصل لقاع التانك وبقيس الساوندينج فاليو عن طريق ان انا بسحب الساوندينج تيب لفوق واشوف البلل اللي حصل هنا كان عند انهي قيمة. طبعا الساوندينج تيب بيبقى مترقم عشان اعرف منه الارتفاع ومنه اعرف كمية الفلويد اللي جوه. بيبقى فيه حاجة هنا ركبة مهمة جدا اسمها سترايكر بليت، وده بيبقى موجود تحت الساوندينج بايب علشان الساوندينج ديفايس وهو نازل يخبط فيه بدل ما يخبط في قاع التانك، يتلقى الصدمة او الخبطة بتاعة اجهزة القياس، لان مهندسين السيرفي اكتشفوا مع تكرار الحالات اللي شافوها ان التانك اول ما بيحصل فيه كراك بيبقى في الغالب نتيجة التكرار بسبب نزول الساوندينج ديفايس، بينزل كل مرة يخبط هنا، فالتكرار ده بيبدأ يعمل كراك، مش بسبب وزن الساوندينج ديفايس اكتر منه بسبب التكرار والنقر اللي كل شوية بيحصل. علشان كده ركبنا الاسترايكر بليت ده. السيستم اللي بعد كده اللي هو البلج سيستم،
واللي وظيفته هي إزالة كميات السوائل الصغيرة اللي بتتكون نتيجة أي تكثيف أو تسريب أي بخار مية أو زيت أو مية من الأماكن اللي المفروض تبقى جافة. السيستم ده مهم جدا لأنه بيساعد في توفير بيئة آمنة للشغل. تخيل مثلا مهندس أو عامل يتزحلق ويقع وتحصل إصابات في مكان مزدحم زي الإنجين روم أو على الدك. في نفس الوقت في حالات الطوارئ البلج سيستم بيساعد في إزالة أي سوائل أو مياه بحر دخلت في مكان حادثة، مثلا أي عنابر أو مكان المفروض يبقى ووتر تايت والمية دخلت فيه أو دخلت في الماشينري سبيس. فالبلج سيستم بيساعدني أعمل دي ووترينج أو أزيل المية من الأماكن اللي المفروض تبقى ووتر تايت. السوائل اللي بيشيلها السيستم ده المفروض إنها بتعدي على أويل سيبريتور، فمن أهم الأوتفيتنج اللي في السيستم هي الأويل سيبريتور، بيفصل المية عن الزيت، والمية اللي أعرف أطردها برا السفينة بطردها باستخدام البلج بامب، والزيوت بحفظها في تانك لحين الوصول لميناء والتخلص منها بشكل آمن. البلج بامب دي في الغالب بيبقى نوعها سنتريفيوجل بامب، وبركبها على ارتفاع منخفض قدر المستطاع علشان أقلل الهيد لوس وبالتالي أقلل الباور كونسامشن بتاعها. طبعا البلج بامب ممكن تشتغل وتساعد في أي نظام تاني، ممكن تشتغل في البلاست سيستم أو في الفاير فايتنج أو في الكولينج، بس الكلاس بيشترط إن على الأقل لازم يبقى فيه وان بامب مخصصة للبلج تكون متوفرة باستمرار. وزي ما أخدنا مع بعض في سنة تانية مادة الهندسة البحرية إن عدد البامبس والكباستي بتاعتها اللي تخص البلج سيستم بتعتمد على أبعاد السفينة وحجمها وعدد الخطوط المين والبرانشز اللي طلع من المين بلج لاين. وطبعا المين بلج لاين لازم يبقى عليه ستوب فالفز علشان أعمال الصيانة على سبيل المثال. ده شكل البلج سيستم، بيبقى عندي المين بلج وطالع منه برانشز في الأماكن المفروض هاخد منها البلج ده، وطبعا زي ما اتفقنا في ستوب فالفز اللي هي باللون الأحمر ده، وعندنا هنا البامبينج يونتس، 3 بامبينج يونت، والسيبريتور اللي بيفصل المية عن الزيت بحيث نطرد المية برة المركب لو الكواليتي بتاعتها قابلة للطرد، وسوائل والزيت بعد كده بيروح للأويل كولكت تانك. وعموما انت بتسحب البلج من النقط دي وبتودي البلج ووتر تانك، بتجمع فيها البلج كله، وبتعتمد او بتستفيد من الجرافيتي وفرق الكثافة بين المية والزيت بعد كده، وبسحب من نقطة منخفضة اللي في الغالب هيبقى فيها مية اللي هتبقى تحت وهيبقى الزيت فوق بسبب كثافته. بفصل المية عن الزيت، بطرد المية لو الكواليتي بتاعتها تسمح بكده طبقا للماربل ريجوليشن، والزيت بجمعه في التانك لحين الوصول لميناء ليتم التخلص منه بشكل آمن. السيستم اللي بعد كده اللي هو البالاست سيستم، واللي وظيفته هي التحكم والحفاظ على التريم والدرافت بتاع السفينة بحيث أحافظ على الاستابيليتي بتاعة السفينة وتوزيع الاستريسز على جسم السفينة خصوصا في الاتجاه الطولي. وحضرتك بتصمم نظام البالاست لازم تتأكد ان السيستم بتاعك يقدر يسحب المية من البحر ويوزعها لأي تانك، ويقدر ينقل المية من أي تانك على السفينة لأي تانك تاني، ويطردها من أي تانك لبرة السفينة. حضرتك تبقى عارف طبعا حجم السفينة ووظيفتها وحالات التحميل المختلفة بتاعتها، وبتبقى عارف لكل حالة تحميل الفرق
في درافت فور اند افت المركب عامله تريم بمقياس او بمقدار قد ايه، بتبقى عارف المومنت كوزنج تريم بتاع السفينه، بتحسب كميه الميه اللي انت محتاج تنقلها من مكان لمكان، عندك المسافه، عندك كميه الميه، عندك المومنت كوزنج تريم، بتبقى عارف سرعه الفلو المناسبه للسي ووتر. من كل البيانات دي تقدر تحسب الباور بتاع البمب، تبقى عارف اطوال البايبس واللوسز اللي بتحصل جواها، وعندك سرعه الفلو جوه، بحسب بعد كده البمب باور. من اهميه السيستم ومن وظيفته زي ما احنا شايفين بنقل الميه من مكان لمكان، علشان كده بنقول فور سيف اوبريشن على الاقل 2 بالاست بامب لازم يكونوا موجودين. وما ننساش طبعا حادثة سفينة السلام واللي حصل فيها، يبين لك أهمية سيستم زي ده. نفس الكلام برضو ان ممكن البالاست سيستم البامب بتاعته تساعد في شغل البلج او البالاست او السي ووتر كولينج او في الفاير فايتنج. ده مثال هنا للبالاست بايبنج سيستم. هنلاقي ان في بايبس توصل بين كل التانكس وبعضها. لو عايز تروح من اي تانك لاي تانك هتلاقي بايبنج سيستم، لو عايز تنقل الميه من اي تانك لاي تانك تاني او بره السفينه هتلاقي في بايبنج سيستم يخدم الهدف اللي انت عايزه. وعندنا هنا تو بايبنج يونتس زي ما قلنا السلايد اللي فات. هنا هو راسم البالاست مع البلج سيستم الاثنين مع بعض. طبعا كل فلويد مديله لون. اخر نظام معايا هنا هو الهيدروليك سيستم، واللي بكل بساطة بيبقى عبارة عن بايبس فيها سائل غير قابل للانضغاط وبيبقى تحت ضغط عالي. على ظهر السفينة في استخدامات كتير للهيدروليك سيستمز زي تحريك عمود الدفة، وده هنتكلم عنه المحاضرة الجاية ان شاء الله بتفصيل اكتر. البتش بتاع الرفاص ممكن يتحرك هيدروليك، عندك ابواب بفتح وبقفل ممكن بهيدروليك سيستمز. الابواب دي ممكن تبقى ابواب عنابر او ووتر تايت دورز. عندي بعض الفالفز اللي بتشتغل بهيدروليك سيستم، ممكن افتح واقفل الرامب بتاع السفينه زي المعديه مثلا على سبيل المثال، او رورو فيسلز بيبقى في رامب، او رامب في المقدمه او في المؤخره ممكن يبقى في ابواب في الاجناب بتوع السفينه تبقى شغاله هيدروليك. كمان في الات ومعدات زي الاوناش والمضخات بتشتغل بضغط الزيت والهيدروليك سيستم. السلايد الجاي في مثال لهيدروليك سيستم خاص بطيران، معلش بس بيوضح الكونسبت او المين ايديا بتاعه الهيدروليك سيستم. Nearly all airplanes are equipped with a hydraulic system. While small general aviation airplanes may have small, simple hydraulic systems, bigger jets have very complex hydraulic systems. In smaller airplanes, the hydraulic system powers the brakes to stop the airplane, extend and retract the landing gear, and change the blade angle on some constant speed propellers, as previously discussed. On larger airplanes, like those used by the airlines, the hydraulic system powers a majority of the airplane, including the flight controls and flaps. Usually, a hydraulic system consists of a reservoir where the hydraulic fluid is stored, a pump that moves the fluid, a filter to keep contaminants out of the system, a relief valve in case of a hydraulic malfunction, and actuators which the hydraulic system operates. The hydraulic system works by pumping incompressible fluid through hydraulic lines from one actuator into another, causing the actuator pistons to extend or contract. The contaminants out of the system, a relief function, and actuators which the... هنا شباب المين كومبوننتس بتاعت الهيدروليك سيستم. عندي تانك او ريسرفوار بحتفظ بيه بالفلويد اللي هيتضغط.
عندي فلتر علشان انقي الفلويد ده، عندي هنا فولف علشان لو حصل اي مشكلة والضغط زاد داخل السيستم بعمل من هنا فنت، وعندي هنا بومب مسؤولة عن ضخ الفلويد. الفلويد بيبقى ماشي بيحرك البستون ده جوه، الفلويد لو اتضخ من الاتجاه ده البستون ده بيتحرك لتحت، ولو اتضخ من الاتجاه ده بيرفع البستون لفوق زي ما احنا شايفين في اللقطة اللي بعد دي. The hydraulic system works by pumping incompressible fluid through hydraulic lines from one actuator into another, causing the actuator pistons to extend or contract. Incompressible fluid through hydraulic lines from one actuator into another, causing the actuator pistons to extend or contract. يا رب تكون الفكرة واضحة يا شباب. الفلويد لو اتضخ من الاتجاه ده بيدفع البستون الناحية دي، ولو اتضخ من الناحية دي بيدفع البستون للاتجاه المقابل. The hydraulic pressure exerted throughout the actuators is significant, making hydraulic systems very powerful. Let's examine the brake system on a typical general aviation airplane. As the pilot presses on the brakes, a piston drives fluid from the brake actuator on the pedal through hydraulic lines and then to the actuator near the wheels. The fluid pushes a piston, which then mechanically squeezes the brake pads against the brake disc, causing the airplane to slow down. ده نظام فرامل للعجل، بيدي إشارة من فوق، بيضغط زيت، بيقفل تحت على العجلة زي العربيات. Nearly all airplanes are equipped with a